مشروع محطة محالة في قضاء أبي الخصيب في البصرة لمعالجة المياه مهما كانت درجة ملوحتها جاء بعد معاناة طويلة لسكان القضاء من المياه المالحة والملوثة بعد انخفاض المياه الصالحة للشرب في المحافظة. محطة ماء محالة تعتبر محطة فريدة من نوعها من ناحية التخطيط والتصميم، حيث أن كل المعدات المجهزة لها كانت هي من مناشئ عالمية. مشروع محطة محلة للتحلية هو أول مشروع في هذه التصميمية، الأول تقدر تقول على العراق وعلى مستوى العالم. انفرد بنوعيته أنه هو يفلتر المياه عن طريق مياه الأنهر المتغيرة الملوحة. المحطة الجديدة تعمل على تقنية المياه المالحة من النهر والبحر لتنتج يومياً 72 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب تلبية لحاجة 400 ألف من سكان أبي الخصيب وفق القائمين على هذا المشروع. فهي تعمل كأنه على ماء نهر زائد ماء بحر، وتنطي مواصفات ضمن المواصفات العراقية لماء الشرب، فتعتبر كمحطة من هذه الخاصية من المحطات المتميزة في المنطقة ومن أكبر المحطات في العراق. حصلنا على نتيجة بتنفيذ هذا المشروع اللي حل مشكلة كبيرة حقيقة، مشكلة أبو الخصيب كانت كبيرة جدا في أزمة الأملاح، فتجاوزنا هذا الموضوع من خلال تنفيذ هذه المحطة. محطة محالة في أبي الخصيب تمثل أول تجربة بدأت في البصرة على أمل أن تحذو بقية المحافظات حذوها في مواجهة الملوحة والتلوث، في وقت انتقد مراقبون الحكومة لاعتمادها على الأنظمة القديمة في معالجة المياه ووصول ماء عالي التلوث كيميائيا وحتى إشعاعيا إلى المواطن.